ورجعنا لكم مشاهدينا ومكملين معاكم في برنامج ستات دوت كوم، ومعانا مسؤول لجنه المراه بجمعيه مستقبلنا حلمينا الاستاذه ميرفت ادري. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ميرفت. ويمكن استاذه ميرفت دي مش اول مره معانا في برنامج ستات دوت كوم، وان شاء الله منورانا على طول، يعني احنا مش بنزهق من حضرتك، انت عارفه ان انت دايما منورانا بجد. يمكن لما اجي اتكلم عن الصداقات ففي احاديث وايات كتير جدا جدا، يمكن من الحاجات اللي بشوفها في المجتمع للاسف الشديد من الحاجات السيئه ان كل البني ادم او الانسان ما يزداد غنى بيزداد فقر وبيزداد بخل. فربنا قال في ايه جميله كده: ومن يبخل فانما يبخل على نفسه. فرجاء محدش يبخل بالصدقه ايا كانت نوعها ايه، لان انت مش بتتصدق مش بتمن على ربنا، بالعكس ده ربنا اللي بيمن عليك. ده صدقه دي بترفع بلاء وبتشفي مرضى وبتشرح صدور وتنقي قلوب. فالصدقه بجد جربوها بتبقى من امتع المتع اللي موجوده في الدنيا. يمكن انا يعني من تجربتي مع استاذه منال، لان انا متطوعه معاها في الجمعيه، فالمتعه اللي الواحد بيشعر بها وهو رايح كده الفقير، وانا مش قادره اتبرع بمال، فان انا اخد اكل معايا او اخد حاجه معايا، ومساعد استاذه منال طبعا ان احنا بنروح نفرح ناس قاعده مستنيه سواء اكل ولا مستنيه منك اي نوع من الصدقه، دي بتبقى متعه ما بيشعرش بها غير اللي صاحب القلب النقي صراحه. استاذه ميرفت حضرتك مسؤول لجنه المراه بالجمعيه، وطبعا شاركت مع استاذه منال في مبادرات كتير، فعايز اعرف المبادرات اللي حضرتك شاركت معاها فيها ايه. كان طعمك حتى باب دارك دي كانت مبادره ممتازه بصراحه، يعني انك كونك انك توصلي لست كبيره في السن في بيتها لا قادره تنزل ولا حد بيسال عنها، وتلاقي بنخبط عليها ساعه الفطار ونودي لها وجبتها، دي حاجه كبيره جدا. الناس ما تصوريش قد ايه بتبقى مبسوطه وفرحانه جدا جدا. الارامل، الايتام، كل ده. كان ليك راي برضو في حكايه وانفقوا سرا وعلانيه فكنت كحضرتك كاتبه مقال كبير طويل عريض عن الموضوع ده، ويمكن يا ريت حضرتك تكلمينا عنه وليه كتبتيه برضو. انا كتبت موضوع المقاله بتاعت ان الصدقه تبقى في السر والعلانيه، ودي مذكوره في القران ومذكوره في احاديث، ان مش بس زي ثواب السر بالظبط ثواب العلن، ولكن العلن ده لمين؟ يعني ربنا ذكر ان الصدقه تبقى في العلن لمين؟ للجمعيات، للمؤسسات. لازم يعرفوا الناس تعرف الجمعيه دي بتعمل ايه، المؤسسه دي بتعمل ايه، علشان تكون قدوه لبقيه الجمعيات والمؤسسات انها تعمل زينا، والا يبقى احنا الناس هيقول لك انت بتعملي ايه، احنا ما نعرفش عنك حاجه. يعني دايما يعني بشوف انتقادات موجهه للي هم بيتصوروا مع الناس. انا ما بقولش تصور كده وجها لوجه لا، ما انت ممكن تتصور بطرق ثانيه. ولا وفي فرق، لازم فرق بين حاجتين، الحاله الفرديه وحاله الجمعيات والمؤسسات. انت كفرد انت عايز تتبرع، تبرعكش تتبرع بمليون جنيه وما تتصورش، لان اصلا محدش هيسالك. ايوه، لان ده فرد بالظبط. الجمعيه علشان بتتعامل مع وزاره التضامن ووزارات ثانيه، فلازم هم يسالوا الحاجات اللي احنا اديناها راحت فين، شغل فين شغلك عشان تاخدي فين، شغل المؤسسه انت بتعملي ايه، والناس نفسها تبقى عارفه ان الجمعيه دي فما تجيش ما تبقاش فاهم وتنتقد، افهم الاول وبعد كده. ايوه، والا ما كانش اتذكر في السر والعلن، ما كانش ربنا ذكره في القران. طيب العلن حضرتك جبت ايات قرانيه وجبت احاديث وقلت لا موجود ان انا ممكن اتصور، وهو فعلا موجود. يعني في احاديث كتير بتقول الصدقات سواء كانت جهرا او سرا كلها تجوز، وانما الهدف من النيه بقى. النيه أيوة، انت بتعملها ازاي؟ انت بتعملها عشان تتصور ولا بتعملها مش فارق معاك؟ انت ونيتك بقى، انت ونيتك، انت بتطلعيها رياء ولا بتطلعيها لوجه الله؟ ده انت وربنا بقى. انما الناس احنا يهمنا ان الحاجه دي توصل للناس الفقيره. كون بقى انت مطلعها رياء مطلعها مش رياء، مالناش دعوه بيك، انت مع ربنا. احنا اللي يهمنا ان الناس الفقراء يوصل لهم الحاجات دي بس، والصدقه بتمنع مسارع السوء. طيب انا معايا استاذه الهام مدير اداره الجامعات بالجيزه. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه الهام، اتفضلي. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. وانت طيبه يا ماما. احنا معانا استاذه منال رئيس مجلس اداره جمعيه مستقبلنا حلمنا، ومعانا استاذه ميرفت مسؤول لجنه المراه بالجمعيه، ومعانا استاذ صبري امين الصندوق بالجمعيه. فعايزين حضرتك تكلمينا عن الجمعيه والجمعيات اللي حضرتك بتشرفي عليها واهدافها ونشاطها، وايه الجمعيات اللي عامله شغل عندك في المديريه. والله الحمد لله، يعني الفتره ديت دور الجمعيات بارز جدا وواضح في دعم الناس الفقراء في الفترة ديت، العمالة الغير مؤقتة والأسر اللي هم أصلا بيساعدوها من الأول،
دورهم بارز قوي. استاذه منال شخصيه جميله والله ومتعاونه. كل سنه وحضرتك طيبه يا استاذه الهام. استاذه منال مع حضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه حبيبتي وحشاني والله. وانت كل سنه وانت طيبه عامله ايه؟ انا بتابع نشاطك والله يا منال على طول يعني. ربنا يبارك في حضرتك، ما انت القدوه، ربنا يخليكي لينا. انت اللي بتوجهينا يا توجيهات حضرتك يا استاذه. الحمد لله كل سنه وانت طيبه، ربنا معاكي يا حبيبتي وربنا يقويكي. بس البسي الكمامه بقى وخلي بالك. دعواتك في الشارع على طول بالليل وبالنهار مع الناس. ما توجهاتكم يعني، وانتوا القدوه يا استاذه الهام والله. الله يخليك يا استاذه منال، ربنا يخليك. انت انسانه جميله والله. ربنا يبارك في حضرتك. اتفضلي يا استاذه الهام. اي حبيبتي انا معاكي. كنا بنتكلم عن دور الجمعيات في ظل الوباء اللي احنا فيه. هو تقديم دعم معنوي ودعم مادي، والجمعيات نشاطها ملحوظ جدا. تقديم الدعم للاسر الفقيره، العماله غير المؤقته، يعني انا مش عايزه اقول لك بقى الحاجات ديت شغالين فيها على طول السنه، وبالذات كمان مركزين في الفتره ديت. اكيد طبعا. ماشي، اشكرك جدا يا استاذه الهام على اتصالك ونورت برنامج ستات دوت كوم يا فندم. استاذه الهام مدير اداره الجمعيات بالمديريه. شكرا لحضرتك يا فندم. يمكن انا خلاص حلقتي اوشكت على الانتهاء، وكان لازم قبل ما انهي طبعا استاذه ميرفت كانت عامله مفاجاه لاستاذه منال. استاذه ميرفت مسؤول لجنه المراه بالجمعيه، وهي حابه تعمل مفاجاه على الهواء النهارده لاستاذه منال رئيس مجلس الاداره. هي ما تعرفش فعلا وجايه من غير ما تعرف ايه اللي هيحصل يعني. فاتفضلي يا استاذه ميرفت. ده شهاده تقدير واحترام لبنود الانسانيه، من ضمنهم طبعا استاذه منال على مجهوداتها في وهديه كمان. ايوه ميرسي الصراحه، يعني انت ما تعرفيش المجهود اللي بيبذلوه الصبر عبد الحميد، يفضلوا ما شاء الله يعني يوزعوا بقى. انا شايفه ان الهديه دي اكبر شويه. نعم انا شايفه الهديه دي اكبر. تحيز للرجال. انا ادخل. يمكن انا كمان معايا هديه صغيره كده، وكان لازم اقدمها لاستاذه منال، لان الست دي بتقوم بدور عظيم جدا وبتقف في المطبخ. ميرسي عامله لي واحده وكمان هديه بس صغيره. بس شكرا. تكريم لاستاذ خالد حسني. استاذ خالد حسني بنوجه ليه كل الشكر والتقدير. استاذ جمال العضاء. استاذ وطبعا جمال يعني طبعا. انتوا هتاخدوا كلكم ولا لا؟ واستاذه هند محمود. استاذه هند كانت بتقف مع استاذه منال في المطبخ وبتساعدها صراحه، واكلها جميل على فكره، انا بحب اكلها. والاستاذ عبد الرحمن. وطبعا بنوجه الشكر للاستاذ حمدي واستاذ مالكي واستاذ محمد رمضان وكل اللي عاملين في القناه. وشكرا يا استاذ خالد حسني برده، كان عامل لنا فطار حلو جدا. ادينا يا رب بس ما احنا ما بلغناش عنك ولا حاجه يعني. التكريم كلها هتلاقوها مع استاذه منال. فدي صراحه لمحه جميله جدا من حضرتك كده، والف شكر لحضرتك يا استاذه ميرفت بجد. استاذه ميرفت من الشخصيات الجميله ومن الشخصيات المحبه للعمل الخيري والعمل التطوعي. وطبعا العمل الخيري والعمل التطوعي ده يعني هو كل ما يعكس روح التعاون وسماحه الاسلام، وكل ده بيعتبر صدقه. تصدقوا واتقوا النار ولو بشق تمره. اشكر استاذه منال رئيس جمعيه مستقبلنا حلمنا، نورتينا النهارده في برنامج. نورتوني وربنا يخليكم. واشكر استاذ صبري عبد الحميد امين الصندوق بالجمعيه، واستاذه ميرفت مسؤول لجنه المراه بالجمعيه. شكرا جزيلا لحضراتكم، ونلتقي في حلقات اخرى من برنامج ستات دوت كوم.